حياك نعم الله أخي شيخ فوزان. تفضل. شيخ نعم يقول أحدهم في شارب يقول على كعب بن مالك خشي أن يموت هو أو يموت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مهجور، لأنه لو مات هو رضي الله عنه مات مهجورا، مات ضالا مضلا إلا أن ينزل الله عليه عفوه، ولو مات الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم يا شيخ، من هو اللي يقول الكلام؟ هذا عبيد بن عبد الله الجابري. اتركوا الكلام، هذا ما هو صحيح. أموت أو يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على تلك الحال، خشية أن يموت هو أو يموت رسول الله وهو مهجور، لأنه لو مات هو رضي الله عنه مات مهجورا ومات ضالا مضلا إلا أن ينزل الله عنه عفوه، ولو مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لبقي مهجورا حتى يموت هو، لأنه ينقطع الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم. أنا علمت من الشيخ ناصر عمر جزاكم قريبا. نعم كيف كانت زيارة الشيخ وما هو انطباعكم عن الشيخ ناصر؟ عن مين؟ عن الشيخ ناصر العمر. ما شاء الله نعم رجل، طالب علم قوي، وفيما يبدو لنا ولا نزكي على الله أحدا، متجرد عن الهوى. الحمد لله. الحمد لله، وفيه خير كبير. الحمد لله. ونسأل الله أن يكون كل طلاب العلم في هذا الخلق الإسلامي.